أعلنت مصادر عسكرية في اليمن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الحكومي التابع للرئيس عبدالرب منصور هادي جراء قصف الحوثيين وقوات صالح مسجدا في معسكر كوفل في مديرية سرواح بمحافظة مأرب شرقية اليمن. وأوضحت المصادر أن القصف استهدف المسجد أثناء صلاة الجمعة، ما يفسر ارتفاع عدد الإصابات، بينما أكد إعلام الحوثيين تنفيذ هجوم على معسكر كوفل التابع للجيش الحكومي بصواريخ زلزال واحد وبقصف مدفعي. للمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، تفاصيل أكثر عن هذا الهجوم وحصيلة الضحايا حتى الآن. نعم جمال، بحسب مصادر محلية وكذلك مصادر طبية فقد أكدت بأن عدد القتلى وصل في منطقة أو في معسكر كوفل وهو تابع لمديرية صرواح غرب محافظة مأرب وصل إلى 20 قتيلا، وهناك كذلك عشرات الجرحى وكذلك معدل ارتفاع عدد القتلى في ازدياد. يأتي هذا بعد إعلان كذلك الحوثيين باستهداف لمعسكر كوفل بصاروخ زلزال 1 بالإضافة إلى المدفعية، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى. إعلام كذلك التابع للرئيس هادي أكد بأن الصاروخ أصاب مسجدا كان يؤدي فيه أو يؤدي الجيش التابع للرئيس هادي صلاة الجمعة في هذا المسجد وهو في معسكر كوفل التابع لمديرية صرواح، ما أدى إلى سقوط هذا الكم من العدد أو العدد الكبير من القتلى والجرحى. وهناك كذلك سيارات إسعاف حرعت إلى المكان وكانت تنقل أو نقلت القتلى وكذلك الجرحى إلى المستشفى العسكري في مدينة مأرب. جمال، هناك كذلك اشتباكات تدور وهي عنيفة قريبة كذلك من محافظة مأرب وبالتحديد في مديريتي عسيلان وكذلك بيحان، وهناك عدد من القتلى والجرحى في صف الطرفين، أكثر من 10 قتلى إلى 12 قتيلا بحسب مصادر ميدانية من الجيش التابع للرئيس هادي، فيما هناك كذلك عدد من القتلى والجرحى في صف الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ولا زالت الاشتباكات تتواصل في هذين المديريتين التابعة لمحافظة شبوه حتى الآن. شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل والتلفزيون العربي من صنعاء.